هديل. ألو. هديل. ألو. يا مرحبا أختي هديل. السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ بخير. بس عندي سؤالين. أوكي. نعم تفضلي. السؤال الأول، دائما يعني تجيني أفكار أوكي ومساوس. نعم. أنا ألبس الحجاب أوكي، بس ماني مقتنعة فيه، يعني هل علي اسم؟ عيدي السؤال. يعني الحين أنا لابسة حجاب أوكي، ألبس الحجاب وكل حاجة. نعم. بس إنه أنا عن غير قناعة، يعني أنا مو مقتنعة، أحس إنه يعني مو شيء ضروري، هل علي اسم؟ والله الله يجعلك لا تقتنعي، لا تزعلين. ليش؟ إيه الله، الله عز وجل فرض الحجاب. إحنا يوم نرمي نطوف حول الكعبة، ترى نطوف حول حجر، صح؟ أنا عارفة، بس أنا بس خلني أكمل. أنا أنا قصدي الغطا، غطا الوجه. غطى الوجه؟ ايه غطى الوجه، انا ظنيت الحجاب. النقاب. ايه ما انت لا تقول، لا تسمي النقاب حجاب، ما يصير. لا احنا عندنا بالسعوديه. يا اختي انا ما لكم. انا اتكلم معك شرعا عرفا، من الظلم فقها وعرفا ودينا ان نسمي النقاب حجاب، ما يجوز. خلاص اسمه نقاب، امراه منتقبه، لا نقول امراه محجبه. ما يوجد نقول والله ما غلط، اقول لك ليه. غلط وأبشع غلط أن نقول عن المرأة المنتقبة امرأة محجبة، لأنه مع الزمن إذا أصبحت هذه الكلمة عقيدة سيظنون أن النقاب هو الحجاب. لا، امرأة منتقبة غير امرأة محجبة. امرأة المحجبة اللي تغطي شعرها وتكشف وجهها امرأة محجبة، تغطي وجهها امرأة منتقبة، علمتي؟ فأنت لا تأتي المرأة. هل في فرق طيب؟ عند الله هل في فرق هالشيء يعني؟ زين أنا سأتيك الآن، بس اصبري. أنت ضربتي أربع أسئلة وها اصبري. فعندنا الآن عندنا امرأة محجبة، أي هي اللي تغطي شعرها وتظهر وجهها. امرأة منتقبة انتهى الموضوع. علمتي؟ هذا، أما تأتي تقولي منتقبة امرأة محجبة، لا. غلط الكلمة، تقولي امرأة منتقبة، هذه مسألة. مسألة الثانية، النقاب حكم الشرع مختلف فيه، واجب مستحب، والراجح أنه مستحب ما هو واجب. الله عز وجل لا يأمر بكشف عورة، صح؟ بمعنى أنت يوم الإحرام، يوم تسيرين عمرة وحاج، شو تسوين؟ ألبس الغطاء كامل. لا ما تكشفين إحرام المرأة، لا تلبس قفاز أو وجه، لازم ينكشف، علمتي؟ لا احنا ما عندنا الحركات هذه يا شيخ. هذه مو بحركات اختي، هذا دين. اوكي احنا عندنا لازم غطوة كاملة للوجه. احرام المرأة، احرام المرأة ان لا تلبس قفازا ولا نقابا، هذا دين اختي، علمتي؟ ثم حاجة ثانية، اذا انت تاخذي العادات والتقاليد دين، اوقف انا عن النقاش. انا ما اخذتها. النبي صلى الله عليه وسلم، انا غير قناعة. ادري، خليني اكمل. النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة خدها اسود، كيف شافها الصحابة؟ ابن عباس لما قال على المرأة هل أريك امرأة من أهل الجنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار المرأة المصروعة، لو كانت تلبس نقاب كيف عرفها؟ هي ما كانت مريضة وقتها، كيف عرفها؟ كيف؟ فوجود أدلة كشف الوجه كثيرة جدا، وذكرها الشيخ الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة، اتفقنا؟ فأنت لما تأتي تقولي أنا ألبس نقاب لكن غير مقتنعة، أنت إذن تلبسي عادات تقاليد. كثير احنا ما نقتنع بالعادات والتقاليد، لكن هو عند العلماء منهم من قال واجب مستحب. انت غير مقتنع، اذا انت مقتنع انه مستحب ليس واجب، صح؟ من حقك تخلعي، من حقك. من يلزمك به؟ ايش؟ من يلزمك بالنقاب؟ العائله اكيد. عادات وتقاليد اختي، بس مجرد احنا نشوف بنات يلبسون نقاب وعبايه مفتوحه والبنطال ظاهر، عادات وتقاليد في النهاية. أيوة صحيح. فأنت بالخيار، لكن إذا كان يترتب على نزع النقاب مشاكل مع أسرتك ومع والدك ومع كذا، فبعينك الله. يعني نحن كثير من الفتاوى يتبناها الناس عادات تقاليد وليس دين. كثير من الناس غير مقتنع بفتاوى ولا مقتنع بشيء لكنه يتبناها لأن أصبحت عادات تقاليد. نحن يا سيدتي ديننا أصبح وراثة ولم يصبح عقلانية، علمتي؟ صحيح. يعني بئس 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 التربية الفقهية التي تجعل ابنتي تلبس نقابا رغم أنفها وهي غير مقتنعة به،
وتعلم أنه مستحب وتخشى أن تقول هذا الكلام. لو إحنا متربيين تربية فقهية صحيحة كان والدك يقول لك يا يعني واجب مستحب وأنت بالخيار يا ابنتي، لكني أنا أحب أغار عليك، أحب مثلا تلبسي النقاب. هنا خلاص أنا تربيت فقهيا أنه ليس، على فكرة ترى النقاب ليس الإيمان بالله. أنا عارفة بس عندنا إحنا ترى اللي ما تلبس نقاب خلاص من أهل النار. الله يعطيك العافية، يلا بشروا خواتكم شباب. الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا. يعني لو تلبس، طب لو تلبس نقاب وعباية مفتوحة وبنطال أهل لا خلاص هنا مسلمة. إيه يعني أنت عند المشكلة بس الوجه. أيوة إحنا مشكلة. الله يعوض علينا. هذا شوف يعني أنا لهذا أقول علموا عيالكم على المذاهب الأربعة ولا تعلموا عيالكم على مذهب فقهي واحد، لأنه سينظر أنا على أن هذا المذهب هو الإسلام. دائما اللي يحصر آراءه بمذهب سيكون أتباعه بعد ذلك يرون أن هذا المذهب هو الإسلام. يعني في النهاية الله المستعان. اختم.